طيب زي ما قلنا إني بعد ما خلصت نوبة الصرع العيان بتاعي دخل فيه إغماء. هو بيقعد الإغماء من 10 لـ15 دقيقة، بيصبح في إغماء أو بنسميه نوم عميق لأن هو بيصحى لوحده، بيفوق لوحده، وبعد ما بيفوق بيقول لك إيه، أنا مش فاكر أي حاجة خالص. ده وصف تيبيكال أو مثالي لحالة الصرع، يقول لك أنا مرة واحدة كده كنت بتكلم معاكم وكأني نمت وصحيت دلوقتي. مش هيفتكر اي حاجه من الصرع اللي حصل له، مش هيفتكر ان كان في ناس بتزعق، ان ناس شالته، ان ولا هيفتكر اي حاجه من الحاجات دي خالص. تمام، زي ما قلنا هو المخ بتاعه ايه، هنك وعطل وعمل ايه، ستارت وبدا يشتغل من جديد. بالنسبه لنا هو اصبح شخص فاقد الوعي في اثناء الاغماء ده. هو شخص فاقد الوعي، وهتعرفوا ازاي تتعاملوا مع شخص فاقد الوعي بالتفصيل اكتر، بس لحد ما نتكلم عنها بالتفصيل سريعا جدا احنا بس هنبص على النبض بتاع العيان ده، هنبص على مجرى الهواء بتاعه، نتأكد انه مفتوح، ما فيش كان بياكل حاجة او لبانة او اي حاجة من الحاجات دي، اتأكد ان مجرى الهواء بتاعه سليم وكويس، وابص على التنفس واطمن ان هو بيتنفس كويس. عرفت اعمل ده؟ عرفت. ما عرفتش بحطه في حاجة اسمها وضع الإفاقة زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. برضه هنجيب فيديو يشرحه بالتفصيل وضع الإفاقة، هنتكلم عنه بعد كده، وضع الإفاقة إزاي بنعمله. تمام، لحد ما هو يفوق لوحده، وبعد كده نروح للمستشفى، أو لو هو عيان صرع نسي العلاج بتاعه هيفضل ياخد العلاج ويتعامل بقى. طيب في شوية أسئلة كده أنت بتسألها لنفسك وممكن تسألها، ينفع صح أنا العيان أثناء ما هو في غيبوبة كده، ينفع أنا أصحيه ولا أسيبه هو يفوق لوحده؟ لأ، احنا زي ما احنا قلنا احنا مش هنحاول نصحيه في اثناء الغيبوبه ده، هنسيبه هو يفوق لوحده. ماشي، ولا استخدم بيرفيوم ولا بصله ولا مثلا اروح اهزه او اناديه او كده، سيبه خالص هو يفوق لوحده. تمام، طيب العيان اللي في الصرع ده مش ممكن يعض لسانه اثناء الصرع؟ اه ممكن فعلا يعض لسانه. طيب هل انت تخش وتحاول تطلع لسانه او تحاول تخليه ما يعضش لسانه؟ لا، ما تحاولش تعمل كده ابدا. ليه؟ لأنك ببساطة الفك من العضلات الموجودة واللي بيحصل لها صرع واللي برضه بيحصل لها قبضات برضه، فممكن لا قدر الله وانت داخل ايدك هو يعورك اصلا، بيعور ايدك. تاني حاجة ان هو لو عض لسانه هو اوريدي عضه، هو خلاص بالفعل عض لسانه وانت مش هتقدر تحميه. لو ما عضش لسانه هو خلاص مش هيعض لسانه بعد كده لان الفك بيقفل. فلو حصل مشكلة فهي اوريدي حصلت وانت مش هتمنعها من حاجة. تاني حاجة اللي انت ممكن تضر نفسك، ودايما قاعدة اتعلمها في الإسعافات، إن أنت سلامتك أولا، بلاش المصيبة تبقى اتنين أو بلاش المشكلة تبقى اتنين. طيب هل ممكن يبلع لسانه؟ لا، صعب جدا يبلع لسانه أثناء نوبة التشنجات، صعب جدا يبلع لسانه. ليه؟ لأن اللسان عضلة من العضلات اللي بتكون متشنجة، فصعب يبلع لسانه. طيب إنما في بعد نوبة الصرع أثناء ما هو فاقد الوعي خالص ممكن يبلع لسانه، في الحالة دي ممكن يبلع لسانه، وعلشان كده احنا بنحطه في وضع الإفاقة، أو زي ما تتعلموا بعد كده إن أنت إزاي تخلي مجرى التنفس بتاعه مفتوح. طيب ممكن نقطة الصرع بتاعتي أنا حصل نقطة صرع، أنا قلت لحد يحسب الوقت ولقيته بيحسب الوقت وبقول له عدى قد إيه، قال لي عدى ربع ساعة ولسه لحد دلوقتي نقطة الصرع شغالة. دي لا قدر الله من الحاجات النادرة اللي ممكن تحصل للعيان، بنسميها نوبة صرع مستعصية، وساعتها لازم الإسعاف تيجي حالا ويتعامل معاه. وغالبا العيان ده بيحتاج لرعاية بعد كده أو عناية مركزة، وساعتها هنقلق، يبقى الحالة شديدة علينا وأنت كإسعافات أولية مش هتعرف تسعفه، لأن في بعض المستشفيات أصلا ممكن متكونش متوفر الأدوية اللي بتسعفه، بل بالعكس المفروض يروح مستشفى مركزية والإسعاف تيجي تنقله مستشفى مركزية عشان تعرف تعالجه يعني. أول حاجة التانية إن هو يكون بيمثل، ببساطة خالص إن هو يكون بيمثل، لأن نوبة الصرع في العادي ما بتطولش أكتر من 15 دقيقة، وغالبا لو هو بيمثل الدكتور أو المسعف، حتى المسعف ممكن يكون عارف شكل نوبة الصرع الحقيقية من الفيك أو التمثيل، ساعتها هيتعامل عادي مع العيان ويهديه ويظبط الدنيا معاه ونشوف المشكلة دي بعدين. بس هي حاجة تقلق جدا لدرجة إن هي لا قدر الله العيان ممكن يحتاج عناية مركزة، أو حاجة بسيطة خالص إن العيان ده بيمثل علينا. شكرا ليكو، أتمنى ما ننساش أي حاجة من اللي إحنا قلناها عن التشنجات، سواء من أسباب إن من أسبابها الصرع والمخدرات والأدوية والخلل في أملاح الجسم
وسخونية الأطفال. فإن كان أهم وأشهر حاجة هو الصرع اللي هو خلل في قرارات المخ، وإن هو مرض مزمن عادي زي أي مرض، وقلنا إن هو مش الشياطين أو الجن أو كده، وتعلمنا إيه الحاجات اللي نحاول ما نعملهاش ونحذر الناس منها أثناء قوة الصرع، وإيه الحاجات اللي نحاول نعملها ونحاول نوفرها للعيان أثناء نوبة الصرع. ما نحاولش نفتح إيده أو دراعه، ما نحاولش نأذن في أذنه، ما نحاولش نفوقه بيرفيوم بعد النوبة، ما نحاولش نأكله ونشربه إلا لما يفوق تماما ويبقى إنسان عادي تماما. لكن هحاول إن أنا أحمي المصاب قدر الإمكان، لو أعرف أحط حاجة تحت راسه بحيث إن أنا أحميها أعمل كده، لو لابس نظارة أو كرافات ضيق أحاول أشيله، وهحسب مدة نوبة الصرع، وممكن أوصله البيت لو هو صمم إنه يروح البيت بعد النوبة. بعد نوبة الصرع العيان بيكون فاقد الوعي، ساعتها حط في وضع الإفاقة، وعرفنا إيه الأسئلة اللي ممكن تيجي على دماغنا، سواء كان ممكن يقعد لسانه ولا لأ، وإنه بلاش تتدخل في الموضوع ده، ممكن يبلع لسانه ولا لأ، غالبا أثناء التشنج مش هيبلع لسانه لكن بعدها ممكن، فعشان كده أنت المفروض تحطه في وضع الإفاقة وتحميه من كده. وقلنا نحسب مدة نوبة الصرع عشان لو عدت عن ربع ساعة حاجة هتقلقني جدا، لدرجة إن العيان ده هيحتاج لعناية مركزة أو حاجة بسيطة خالص، لأن العيان ده بيمثل عليا. ده ببساطة إزاي نتعامل مع نوبات التشنجات في عيانين الصرع خصوصا. وهذا هو ما في الأمر. شكرا لكم، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. شكرا. نغير جمادا إلى حياة.